السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعاتي، كديرين بخير، لاباس عليكم. اول حاجه بعدها شكرا 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 لكم بزاف. والله عرفتوا شحال ديال الرسائل، شحال ديال الناس سولوا فيا، شحال ديال الناس من بعد ما حطيت داك البوست في المنتدى عندي، يعني انني كنفكر نخلي القناه وهذه، شحال من وحده كترغب فيا، نجات بقاي نجات بقاي نجات، بدلي المحتوى وبقاي نجات، حاولي ديري شي حاجه اخرى وبقاي نجات. عارفين باللي اليوتيوب ما عاطيكش حقك، ولكن غير بقاي معانا. واحد الاخت بقات فيا بزاف بزاف بزاف، اللي كتبات ليا راه حسيت براسي، حسيت بقلبي مقبوط عليا ملي قلت لي ما غنبقاش في اليوتيوب. شكرا لكم، والله قسما بالله شكرا لكم، ما كنستاهلش هذا الشيء منكم كامل، فرحتوني بزاف والله العظيم. وعلى هذا الشيء انا في الصراحه ما كنتش ناويه نخلي اليوتيوب بصفه يعني نهائيه نهائيا، لان واحد الخدمه اللي انت ربيتيها دابا جايه 5 سنين، 5 سنين وانت كتكبري في واحد الخدمه ديالك، واخا ما يكونش مدخول، الحمد لله كيكون مدخول الحمد لله عادي، واخا ما يكونش داك المدخول اللي انت متوقعاه، واخا لا، المهم ان واحد البوتيك ولا واحد المتجر اللي انت فاتحاه وخمس سنين هذه وانت مضاربه معاه باش يبقى ما يطيحش ما ينزلش الارض، وباللي ربيتي فيه كليان زوينين فنين غزالين بحالكم، مستحيل انا نخليه نهائيا. توحشتكم بزاف والله العظيم، اللي توحشتكم بزاف بزاف، فقط كانت واحد الفتره ديال الراحه اللي استرجعت فيها الانفاس ديالي. كتعرفوا حاجه، بعد ما بنادم لا اله الا الله كيعيا، بالاخص انه ما كيكونش واحد، انا حامده حمد الله وشكره بهاد الاخوات اللي متبعيني، بعض الاخوات اللي كيعلقوا ليا ولو تعاليق قليله، ولكن كنحمد الله ونشكره. لكن بنادم كيبغي دائما الاحسن، لان انا في الفكر ديالي انني يعني مثلا حطيت فيديو ولا شي حاجه كنبغي كنشوف 4 5 تعاليق 6 تعاليق، كنقول اكيد الفيديو ما عجبش الناس. هادشي اللي حطمني، مع انني كنوصي اي امراه ما تحطمش انا قدوه لاي امراه، كما مسمين عليا مراو قاده، وهاد مراو قاده اللي صيفطتوا ليا في التعاليق في الرسائل ديالكم هي اللي وقفتني وهي اللي شجعتني. مراو قاده، وبانني يعني اي امراه كتبغي تجلس كنقولها ما تجلسيش، اي امراه ما فحالهاش كنقولها تعاوني، اي امراه ما كنقولها تعاوني مع راجلك، تعاوني مع راسك، حاولي تحققي ذاتك. انا من دوك الناس اللي كيبغيو العيالات يحققوا الذات ديالهم، فانا جاني واحد الاحباط واحد شويه، فجلست مع راساتي فكرت كنقول واه السيده اللي كتنصح في الناس وكتهضر معاهم عيات حتى هي، لا اله الا الله، كتجي واحد الوقت اللي كتعيي فيه، يعني ما كتقدريش صافي، كتقولي صافي عييت صافي، بالاخص انك كتشوفي المحتويات تافهه جدا كتشوفيها طالعه، فكتزيدي تأزمي وكتزيدي تعصبي. يعني انا كل القناه ديالي ما عزيزاش عليا، كل المتتبعين ديالي ما عزيزاش عليا، ما غاديش تضربني النفس وما غاديش نقول هذا الشيء، وما غاديش نقول لكم على المحتويات الزوينه اللي ولاو دابا في اليوتيوب ولاو طالعين، وكتشوفي انت راسك تقدمي محتوى الحمد لله اللي فيه افاده، محتوى اللي فيه روتينات، كل شيء مخلط وكل شيء كيكون فيه الإفادة بشهادة الجميع. روتيناتي نقية الحمد لله فيها إفادة، كيفاش توجدي وجبات ديال اليوم كامل، هادي فكنحمد الله ونشكره. وكما قلت لكم جاني واحد شويه الاحباط، قلت الصراحه في الاول ما نكذبش عليكم، في الاول فكرت انني نخلي القناه والله، لانني عييت كتشوفي راسك ضربي تماره وما كاينش ما كاين والو، ولكن الحمد لله قنعتوني، والعائله ديالي كذلك ما بغاتنيش نخلي اليوتيوب، ولو انني ابتديت في مشروعي قالوا لي ما تخليش اليوتيوب، الام ديالي قالت لي ما تخليش، الاخت ديالي، ف بزاف ديال الناس ولفوني فيه، فلهذا ما غاديش نخليه نهائيا، وانا معكم دائما، والحمد لله رجعتوا لي حماس اكثر من اللي كان عندي في الاول. حماس غادي يكفيني ان شاء الله الا بقى العمر من هنا ل 100 عام، ولا اعطيتوني واحد الطاقه بزاف كنت محتاجه ليها، انا كنت كنعطيكم الطاقه، هذه المره انا اللي محتاجه للطاقه وعطيتوها لي نتوما، والله تعطيتوها لي بهذوك الرسائل ديالكم بهذوك التعاليق ديالكم، انا خديت منكم واحد الطاقه اللي خلاتني انني نعطي وغادي نعطي وغادي نشارككم بكل شيء، غادي نعطيكم من هنا غتشوفوا نجاة جديده
ماشي لا نهائيا، غادي تشوفوا مواضيع زوينه، غادي نهضروا في مواضيع زوينه، غنعطيكم افادات، غنجيب لكم اي افاده. الاخوات اللي قالوا لي عافاك الفيديوهات ديال بغينا نبداو المشروع ديالنا، عطينا مشاريع، عطينا كيفاش كتقام، عطينا ان شاء الله من خلال التجربه ديالي اكيد غنفيدكم كاملين. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا شكرا. تصوروا واحد الفيديو قبل ما نحبس اليوتيوب، صورت لكم فيديو وما حطيتوش نهائيا، ما حطيتوش لانني حبست اليوتيوب، فقلت راسي زعما راه غادي نحبس. كنت صورت لكم بيت النوم ديال ادم مع انكم متبعين معايا بخطوه بخطوه، وهذه هي اول حاجه كان عليا نوريها لكم، لانني عارفين اني مازال ما فرشت بيتي، مازال ما فرشت بيت ادم. دابا راه تبارك الله ادم عنده 9 سنين، يلاه الحمد لله والشكر لله، باش تعرفوا بلي اي حاجه الحمد لله. شوفوا انا ما غاديش نتكبر عليكم، حاجه انا كنت كنحلم بها الحمد لله ربي عطاها ليا، اي حاجه كنحلم بها ربي عطاها ليا. اهم شيء ان بنادم او الناس يكونوا غاديين في واحد الطريق اللي زوينه، يكونوا مكافحين، يكونوا ويثقوا ويثقوا، ولو انهم ما ينجحوش ولا يحسوا براسهم ما ناجحينش، مادام انهم غاديين في واحد الطريق مزيان يكونوا عارفين باللي واحد النهار راه غيجيو وغادي اكيد ينجحوا. كما قلت لكم كنت صورت واحد الفيديو ديال بيت النعاس ديال ادم، صورت لكم جبت ليه البيت النعاس ديالو، وما حطيتوش كما قلت لكم، راه دابا جايه قريبا نكمل شهر ما حطيتوش. فهذه الفرصه ان شاء الله غادي نوريه لكم باش تشاركوا معايا، وبغيتكم نتوما اي حاجه درتها نوريها لكم، ولكن عفاكم راه ماشي غاجي ودير الحاجه نهائيا. بزاف الاخوات انا ما بغيتكمش تفرجوا في الفيديو، انا تفرجوا فيه على اساس ان شوف هي دارت وانا ما درتش، هذه اعدى حاجه عندي. انا كنبغي المراه تنوض ودير، لان انا شحال هذه من هنا ل 8 سنين ولا حتى انا كنت انا ما كان عندي والو الحمد لله. انا تنهضر على راسي، تنهضرش على راجلي ولا انا كنهضر عليا، لان الا جيت نهضر على راجلي الحمد لله راه ما خصني حتى شي خير، ولكن كندوي على راسي لانني انا خصني نبني راسي، راسي انا خصني تسمى نجات عندي والحمد لله درت. فمن هذه من 8 سنين تقريبا راه شحال من حاجه كنت كنحلم بها، كنت كنحلم نتخشى في واحد الدار، كنت كنحلم. وبنادم ما كيساليش من الاحلام، والله ما كنسالي، وحنايا بنادم ما تيقناش، كتقول يا ربي متى نكون في داري كما كانت، ملي كتجي لدارك كتقول يا ربي متى نصلح داري، ملي كتصلحيها يا ربي متى ندير مبيعاتي، ملي كديري مبيعات فحنا غاديين ما كنساليوش نهائيا. والاهم الاهم انا نديرو هذا الشيء، وحنايا مفتخرين بجوصنا، وحنايا اللي دايرينو، وحنايا اللي تاعبين فيه. وفي الصراحه كتجي زوينه زوينه بزاف فاش كتشوفي راسك دمرتي وكتشوفي في واحد النتيجه زوينه. فهاد الشيء علاش غنشارك معكم الفيديو اليوم، ما هو إما ما هو الا عبره فقط، باش اللي ما عندهاش تنوض، عطا الله ما دير، عطا الله اللي راجلها مريض ما خدامش، عطا الله ما دير، عطا الله باش تساعد، عطا الله باش تعاون راسها، عطا الله باش تخدم، عطا الله ما دير، باش انها واحد النهار مهنتها هي 8 سنين ولا 9 سنين انها تحقق الذات ديالها. فكما قلت لكم ادم سعيد ما كانش عنده بيت، ودابا تقريبا من نهار تزاد كان كينعس فقط غير في الصاله. فالحمد لله جا النهار اللي غادي نفرش ليه وفرحت بزاف، ولو انه فراش عادي كاين ما احسن، ما نقولش لكم عادي، المهم مزيان ولكن كاين ما احسن. فالحمد لله كنحمد الله وكنشكره. فانا معاكم ديما، غنبقى معاكم في الروتينات في اي حاجه بغيتوا. انا بغيتكم تكتبوا لي اي حاجه هنا في التعليق، والله حيت انا كنتلف ما كنلقى ما ندير اي حاجه، اي حاجه بغيتوها في الطبخ، اي حاجه بغيتوها في الروتينات، اي حاجه بغيتوها في الخريجات، اي حاجه بغيتوني انني نوصلها لكم حطوها لي اسفل التعليق. وما تنساوش يلا جمجموني بزاف، زيدوا عطوني الطاقه، زيدوا مازال عطوني الطاقه من ديال القدام. المهم هادشي اللي كاين. بعدا نسيت ما قلتش لكم، انا درت مشاريع، واحد المشاريع اللي غنبدا بيه غنبقى فيه هو في اليوتيوب. بزاف الاخوات قالوا لي علاش ما تدخليش التجاره ديالك في اليوتيوب نهائيا، انا بغيت اليوتيوب يبقى بعيد عن التجاره صراحه، هذه هي الفكره ديالي، وانتم ليكم واسع النظر. بغيت متتبعاتي هنايا يبقى، لان التجاره حنا كنعرفوها، التجاره راه كتغامري راه تقدري انت تكوني شريتي شي حاجه مزيانه، تقدري تكوني شريتي شي كاليتي ولا فراسك انك خديتي كاليتي مزيانه، غادي تبيعيها للزبونه ديالك اولا المتتبعه ديالك، غادي تصدق الحاجه ماشي هي هذيك، وانت متاكده بلي راه مزيانه
هي اللي غتطلع ماشي هي ديك غتسقي محاشمه مع المتتبعه ديالك، ماشي كلي انا هذه راه متتبعه وعزيزه بزاف. داكشي علاش ما بغيتش ندخل نهائيا اليوتيوب في هذا المشروع هذا، فقط ان شاء الله غنحط لكم الموقع ديالي اللي صايبته هكا، اللي بغات شي حاجه كتكوموندي من تما كيكونوا فيه جميع المعلومات وكل شيء. السيت الحمد لله قديته باقي زعما خديته وشريته، باقي ليا فقط اني نحط فيه المنتوجات، مازال ما حطيتش فيه منتوجات بزاف، ما بغيتش نحطها لكم حتى نكمل يعني كل شيء ويكون السيت مقاد ان شاء الله ونوريه لكم. فهذا الشيء اللي كاين، وشكرا لكم بزاف وتابعوني كما قلت لكم، ما تنساوش عافاكم اي حاجه خليوا ليا حيت كنتلف، خليوا ليا شنو ندير لكم. صافي غادي ندوز دابا باش نوريكم، راني نيت فيديو غير هاد البلاصه مازال ما عقلتش فاش درت لي البابي بان في الحيط، كنت درت لواحد جوج حيوطه، وهاد القنيته هادي مازال خصني ليها مازال بابي بانت كما شفتوا، هاد الحيط هذا راه فيه، هادي خصني ليها مازال هنايا، بغيت ندير ليه واحد التصويره ديالو كبيره هنايا تكون في هاد الحيط هذا اللي بقى بالغوص، لان هاد البيت اصلا كنت دايره ليا انا بيت النعاس، داكشي باش درتو في الغوص. من بعد قلبت البلان وقلت لها ماما هو يدار لي حيت جاني البيت صغير يكون ديالو هوايا، ومن بعد انا ندير بيتي في بلاصه اخرى حداه كما شفتوا. صافي هادشي اللي كاين، هذا ما فرشخ كرشخ من العز ان شاء الله. المهم بقاو معايا، انا غادي نوريكم دابا ان شاء الله الفيديو اللي حطه لكم ديال البيت النعاس، وكنتمنى انني نكون شاركت معكم يعني لهذا وتكونوا استفدتوا ان شاء الله، اللي عندها تستفد اللي ما عندهاش ربي ان شاء الله يسر ليها حتى هي وتاخذوا على شله، لان الصراحه كترتاحي والله ما كتبغيش وليداتك هكا يكونوا مرمدين، فهمتي يعني كتبغي داكشي اللي ما لقيتيهش انتيا كتبغي تعطيه لوليداتك. الحمد لله هادشي اللي كاين. يلا نخليكم بقاو مع الفيديو، تشوفوا بيت النعاس، ردوا عليا في التعليق ديالكم قولوا لي كيفاش جاكم، مرحبا عليكم. يلا نخليكم، السلام عليكم. كما كتشوفوا دابا ها هو البيت. المهم بعد ما ركبناه الصراحه التركيب ديالو كيدي الوقت بزاف بزاف المهم كما شفتوا في هاد هنا راه الله كملت ليه هذا، باقي ما درتش ليه هادي ديالو يعني الغطا ديال الماطله. كما شفتوا هاد الماطله حتى هي خديناها زوينه، درينا على حساب الدراري الصغار، فيها هاد العيبه هادي كما تلاحظوا من الفوق، يعني حتى الا بغيتي تحيديها كتحيد بالسنسله، كتحيديها تتصبنيها وترجعيها. هادي ابار هاد الغطاء ديال الناموسيه هادي كتحيد بوحدها. صافي بالنسبه للعود هو هذا كما كتشوفوا، ودايرين فيه مجيرات من التحت، جوج مجيرات هو راه بدا كيحط فيه بعدا حوايجو، دايرين فيه هنايا جوج مجيرات هما هادو. صافي والديكور ديالها كيبقى هكا كما كتشوفوا، راه باقي ما فرشناهاش، خديت ليها ازار هو اللي غادي نديرو ليها ان شاء الله ازار في الشيبي في نفس اللون ديال داك المخده. دونك هي هادي الشكل ديالها. هاد الخاميه خديتها حتى هي ديال سبايدرمان، هو اللي يحمق على سبايدرمان خديتها لي. هادي الثمن ديالها قال لي في الاول 160 ولكن بقيت معاها خديتها ب 120 التشاطير ديال كازاوا. هي هادي كما كتشوفوا راه مفروقه من الوسط وكبيره كبيره وزوينه هي يا. وهابطه حتى لتحت، خليت ليه ليسباس ما بين الناموسيه وهذا، خليت ليسباس ديال الخاميه. صافي هنايا كما كتشوفوا الماريو هو هذا، ماريو تا هو زواون نوري لكم من بعد، هو هذا وهذه العلاقه. هنايا راه كنا بغينا نديرو فيه، هنا كنا معولين يعني مصايبين فيه ديال الماريو ديال الحيط كما كتشوفوا، ولكن هادشي قبل ما نديرو بيت ادم، كنت غادي نديرو بيتي انايا، ولكن من بعد درتو هو، درت ليه حيت انا جاني صغير خليته بيت ادم. دابا شنو غادي ندير، غادي نحاول نحيدو هادو، هاد الحيط هذا اللي لتحت غادي نجيبو ان شاء الله البناي اللي يحيدو لينا صافي، باش تدخل ليا الماريو لداخل، وحتى البيرو يجي هابط. من بعد داك الفوق هادوك اللعيبات البلاكارات اللي كديره لي في الاول ما بغيتش نضيعهم، استفتهم لي هكا فداك الفوق، داك الفوق ان شاء الله غادي ندير فيه بلاكارات يكونوا كيتسدوا، غادي ندير فيه المانط، غنديرو خاصه بالمانط داك الفوق كامل كما شفتوا راه كبير. دابا راه دايره فيه غير لي جوي ديالو، ولكن من بعد ان شاء الله غادي ندير فيه بلاكارات ديال المانطات. هادي كوافوزه صغيره كما كتشوفوا حتى هي معاه،
هي هذه. وبالنسبه للبيرو ها هو البيرو، البيرو تاعو راه كبير يعني استغلوا في اي حاجه. ديرين فيه هنايا بلاكار في دوز ايطاج، وهنايا اربعه ديال البلاكارات ما فيهمش الباب. هنا ديرينو بالنسبه للكلافي كما شفتوا هذا المجير ديال الكلافي، وهاد اللعيبه اللي لتحت ديال يونيتي سنترال ديال البي سي صافي، ثلاثه المجوره هنايا صافي. الكريسي ديالو حتى هو مواتي معاه، شفتوا الكرسي صافي. هاد الجهه هذه راه كنتو شاركتوا معايا فاش درت البابي بانت فاش درتو في الحيط، هاد الجهه بقات ليا حتى هي مازال غندير ليها واحد غادي ندير ليها ان شاء الله واحد البابي بانت باش تجي حتى هي مواتيه مع الحيط صافي. تقريبا هذا هو اللي كاين. لاي اسئله مرحبا، خليهم ليا في التعاليق. كما شفتوا هذا هو البيت، صبر ونال الحمد لله، وكل شيء بالصبر والله ما كايناش شي حاجه دغيا. راه واخا تبقاي تسنيت حتى لاش من وقت كيجي واحد النهار اللي كيفاجئها الله وكيسهل عليك، والحاجه اللي كاع اللي حلمتي بها كديريها الحمد لله والشكر لله. دونك هادشي اللي كاين، وكنتمنى يعجبكم هذا، شاركته معكم باش يعني اللي بغات تاخذ فكره عليه تاخذ فكره. فكما كتلاحظوا، وكاين بالنسبه للبنيتات كاين تشكيلات ثاني، حنا خديتو سامبل مبغيتش ناخذ فيه لا ما بغيتش ناخذ فيه شي تصاورات ولا، لانه دابا تبارك الله دابا راه 9 سنين يعني غادي وكيكبر، غادي دوز واحد العامين ما غاديش يبقى باغي هذوك ديال التصاورات، غادي يحس براسو كبر. لا ما هذا غيدوز معاه يعني غيدوز معاه الوقت الا حافظ به، راه غادي ينفعو حتى ملي غادي يكبر. دونك هادشي اللي كاين، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم اليوم ان شاء الله، وكنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.